للمرة الأولى غارة جوية غير مسبوقة لحزب الله على مواقع إسرائيلية. لا قبة حديدية ولا دفاعات جوية باتت قادرة على حمايتها في جبهة لم تستخدم فيها المقاومة كامل قدراتها بعد. عمليات مركبة، صواريخ دقيقة ومسيرات تنفذ غارات جوية، وما خفي كان أعظم، وأعداد القتلى أكثر مما يصرح به الجيش الإسرائيلي. رعب الشمال كرس في الميدان، في الكلمة والمشهد وما هو أبعد من ذلك. فشل وهزيمة باعتراف قادة الاحتلال، بينما يتحدث أعلامه عن أن إسرائيل في طريقها إلى العصر الحجري، وحزب الله يلقن الاستخبارات الإسرائيلية دروساً. كريات شمونة، عرب العرامشة، طبرية وكل المواقع العسكرية والمستوطنات تحولت من مناطق يسيطر عليها الاحتلال إلى نقاط وأهداف تشهد ضعف الاحتلال وهشاشته. إسرائيل استنزفت ومستوطناتها أخليت ودمرت. عمليات المقاومة المستمرة ونزوح عشرات آلاف المستوطنين بحسب الإعلام الإسرائيلي هي في منزلة عجز سيلاحق كيان الاحتلال على مر التاريخ.